ذكرتي واحد المتضرره من جائحه كورونا اللي الزمان وكل شيء عطاني بالظهر. انا هاد الساعه اختي كنعيش التشرد، انا وربعه ديال الوليدات جرات علينا مولات الدار، خاصها اختي فلوس الكرا، حنا اختي ما طالبين والو غير مساعده، غير داك السقف تخشاو تحت منه، غير داك البيت اللي جمعني انا والوليدات اختي جلسوا تحت منه. انا ما طالبه، انا الكتوبه مازال ما خديتهم الوليدات، حنا اختي حتى واحد ما كره، حتى واحد ما كره، انا عارفه وحاسه. وانا الراجل ديالي بسبب هذه الجائحه تصاب مرض سكري، راه كيضرب 3 ليباري في النهار، كان خدام كنا مقاتلين مع الزمان، وحتى واحد ما تينكر فضل الله. ولكن اختي ملي جات الجائحه جلس من الخدمه وتقاتلنا، ولكن ما بقاش دابا داك الجهد، ما بقاش اختي داك الجهد، ما بقى حتى حاجه. حنا اختي دابا الشتا والبرد، وليداتي غير في الزنقه، وانا في الزنقه ما مشاوش للمدرسه، ما عندهمش الكتوبه. انا قلت لي الوليدات مازال ما عندهمش الكتوبه، مازال ما عندهمش كتبه باش غادي يقراو، كيقراو غير مع الدراري. ولكن في هاد اليومين هاد اختي ما مشيناش حيت ما كاينش استقرار، ما مشاوش للمدرسه حيت ما كاينش استقرار. يومين دابا ما مشاوش للمدرسه، لا اختي ما كاين استقرار، وربي شاهد وربي عارف ان كنعانيو، ما عندناش فلوس الكرام، ما عندناش باش حتى نصرفو، وما كرهناش اختي. انا الان كنعاني وربي يحن علينا. عندها 5 شهور دابا، راني راكي كتشوفيهم وراكي راكي سمعتي هضره بهالبرد. البارح تتكحب ليا ومريضه حيت الزنقه الجو كيتبدل فيها، وكالسين فيها انا والدراري ديولي. ما لقينا لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى، وكنا شد المحسنين الله يكثر خيرهم والله يجازيهم بخير، تعاطفوا معانا وشوفوا من حال دوك الوليدات، دخلوا اختي من الشتا ومن البرد. انا ما بغيت غير نتستر انا وليداتي، غير ندخلوا من هاد الشتا ومن البرد، ما بغينا والو، شنو عندنا ما نبغيو. انا الان اللي تنهضر معاك راه ما تنملك حتى درهم، واقفين والحمد لله، ديما تنقولوا الحمد لله. ولكن ملي وصلت انني نخرج للزنقه تناشد وتنطالب المحسنين، وكنطالب من جلاله الملك يشوف فينا في هذه الفئه المتضرره. حنا راه ما عندنا والو، عندنا الله سبحانه وتعالى. تورين مقاتلين مع الزمان ومضحين بكل شيء، ولكن اختي ملي جلس لي الراجل من الخدمه في الجائحه صافي، من تما وحنا كنعانيو معاناه ديال يعني الناس اللي تحت الصفر، والحمد لله. ولكن ملي دابا وقفنا اختي للزنقه مع الوليدات ديالي دابا في الزنقه صافي، ما بقى ما يتقال. انا تنطالب، ما بقيتش قادره نصبر، ما بقيتش قادره. انا صبرت بزاف الحوايج، ولكن الزنقه شوفي صبرنا للجوع، صبرنا للكسوه ما كاين، صبرنا لكل شيء، ولكن باش غادي نخرجوا للزنقه راه ما يمكنش اختي نعيش ربعة الوليدات في الزنقه. بعد عندك 5 شهور يعني بقى رضيعه. كنطلب من الله اللي يطيح شي واحد في موقف بحال هذا. ودابا اختي كناشد وتنطلب من المحسنين ربي يسهل عليهم، يشوفوا من حال دوك الوليدات، ندخلهم من الزنقه، نخلص غير الكرا ويحل الله في حوايج اخرين. خدامه اختي في واحد الشركه ديال الميكانيك ووقفات وخرجاتهم كامل. ما كرهنا اللي عيط لينا وقول له راه كاينه واحد الخدمه، ما كرهناش اختي، لان الناس يتعاونوا معنا ويشوفوا في حالنا، ومن المحسنين يتعاونوا معنا ويشوفوا من حال دوك الوليدات، من حال هاد الاسره اللي غتشرد. ماشي ساهل، الله يوسع عليهم اختي ويحنن عليهم القلوب، يساعدوني ويعاونوني نخلص الكرا، ندخل وليداتي من الشتا ومن البرد، ونستقر انا وياه. هادشي اللي تنطلب. 06 99 16 59 51.